أجمل التحيات لكم متابعينا في هذه الساعة الصباحية من برنامج شمس البحرين، ساعة من رافقكم فيها أنا وزميلتي العزيزة خديجة في حلقة يوم الخميس ونهاية الأسبوع. صباح الخير خديجة. صباح الخير حازم، شلون اليوم المعنويات يوم الخميس؟ والله أشوف من ابتسامتك ما شاء الله العريضة معنوياتك أنت عالية، في طاقة إيجابية، أنه في راحة. أكيد، ومثل ما يقولون حازم هلا بالخميس. أكيد أكيد. مشاهدينا صباح كله سعادة وتفاؤل موصول لكم في حلقة اليوم، بنتوقف عند فقرات متنوعة أعدها فريق إعداد البرنامج، بس في البداية خلونا نشوف ومضتنا اليوم شو تقول. شو تقول حازم؟ والله على طار يوم الخميس وعلى الابتسامة العريضة وعن الابتسامات، خلنا نشوف ومضتنا اللي تتكلم عن الابتسامات. تقول الومضة: ابتسم لأي شخص عابر، ربما ستكون أنت من يصنع يومه. للابتسامة قيمة لا تضاهي وأثر لا ينطفئ. جميل العبارة صراحة. الابتسامات دائما، نفس ما يقول لك الابتسامة في وجه أخي صدقة. صدقة نعم. وممكن أنك تغير يوم أحد بابتسامتك الجميلة، أساس هو دائما يبتسم يكون مبتسم. أكيد، وما في أحلى طبعا من الابتسامة حازم. بالفعل. واليوم حازم بنبتدي من ما انتهينا أمس عن موضوع التوست ماستر، فتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة راح يتم افتتاح مؤتمر التوست ماستر الدولي اليوم، واللي يشجع المواهب الشابة في القيادة والخطابة، وتعتبر هذه المسابقة والفعالية من أهم المسابقات اللي تشهد حضور كبير من جميع دول القطاع 20. خلونا نشوف مشاهدينا هذا التقرير وأكيد راجعين لكم. أعضاء القطاع 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يختلف الناس في تعريف القيادة، فيرى بعض الناس أن القيادة تعني توجيه الآخرين لإنجاز مهمة معينة، والبعض الآخر يرى أن القيادة تعني تحفيز أعضاء الفريق لكي يكونوا أفضل صورة لذواتهم. قد تختلف المعاني ولكن تبقى المشاعر واحدة. أنت كقائد أو أنت كقائدة تعرف كيفية تحقيق الأهداف وإلهام فريقك على طول الطريق؟ إذن نحن في اللجنة المنظمة للمؤتمر السنوي 2021 ننتظركم بتاريخ 28-29 مايو لنرى إبداعاتكم القيادية ومهاراتكم الخطابية. هذا القطاع 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدناكم احنا كلجنة منظمة في ديتاك 2021 القسم العربي ان تكون مسابقات السنه وتنظيم السنه كلش مختلف، واحنا ان شاء الله نكون قد هذه الوعد. في انتظار ابداعكم شخصيا، انتظر وابي اشوف ابداعكم لوين وصل. أكيد أمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح في أول يوم افتتاح المؤتمر للتوست ماستر، يعطيهم الصحة والعافية. واليوم متابعينا أولى فقراتنا راح تكون عن أول بحرينية تفوز بالمركز الثاني في مسابقة المهرجان الدولي للتصوير في النسخة الخامسة لعام 2021 والتي أقيمت في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ضيفتنا اليوم مميزة ومبدعة، ترجمت كل ما تتمناه إلى حقيقة ولكن بطريقة مختلفة. كان حلمها أن تصبح مهندسة معمارية ولكن لم يكتب لها الحظ لدخول
بهذا التخصص فأصبحت مصورة محترفة في التصميم الهندسي لتبدع في هذا المجال. خلونا نتعرف أكثر على ضيفتنا في الاستديو فاطمة قادر. يا هلا ومرحبا فيك وصبحك بالخير والنور والسرور. يا هلا ومرحبا وصباح الخير. وأول شيء حبيت أشكر تلفزيون البحرين وبرنامج شمس البحرين على الاستضافة هاي، وايد سعدت بأن أكون بينكم اليوم. وإحنا أسعد أكيد فاطمة. فاطمة في البداية يعني احنا فخورين فيك كبنات بحرينيات ان انت حققتي ذي يعني المركز الثاني في مسابقة اكسبوجر في الشارقة ايضا وليس في البحرين وعلى مستوى الوطن العربي. ففاطمة كلمينا عن حبك في مجال لمجال التصوير وايضا الهندسة المعمارية. اي انا في البداية دراستي كانت فيزياء ورياضيات، فكنت وايد احب الاشكال الهندسية والمعمار بشكل عام، كان يجذبني المباني، تجذبني الأشكال الهندسية، المثلث، مربع، الأعمدة، فكنت وايد أحب إن هاي المجال. فبالتالي تخصصت في تصوير المعماري ودشيت هاي المجال لأن أحب الهندسة بشكل عام. يعني من حبك للهندسة ما حصلتي مجال رحتي التصوير بعد في مجال الهندسة. أنا دشيت التصوير في البداية في يعني جربت كذا نوع من التصوير، تصوير الطبيعة، تصوير البورتريه، لكن لما وصلت الهندسة وقفت. وقفت كأن أنا مثل ما يقولون شفت نفسي في هاي النوع من التصوير، يعني هاي النوع من التصوير يعني شفت الشغف في هاي التصوير. فاطمة يعني التصوير المعماري يتطلب نوع من المهارة أو مهارات معينة لازم تتقنينها، فشنو هذه المهارات؟ أول شيء يعني ما تحتاجين مهارة قد ما أن تحتاجين تفهمين مثلا المبنى. نعم. مثلا أنا صورت كذا مباني في البحرين، فلازم تفهمين المبنى، شلون تم تصميم المبنى، نقرأ البناية نفسها، نرجع للمصمم اللي صمم، ليش صمم بهاي الشكل، فنفهم المبنى، نفهم روح المبنى بمعنى. وبعدين الزوايا اللي نستخدمها، مثلا زاوية معينة، في الناس تصور المبنى سيدة بس احنا كتصويرنا الفاين ارت المعماري نصور بزوايا معينة، زوايا مختلفة فيها. مو بنلتزم فيها اكثر ما ان انا شنو اشوف من جمالية في هاي المبنى. يعني انا اشوف المبنى اذا صورت من هاي الزاوية اشوف ان جمالية المبنى أبرز الجمالية من هاي الزاوية، فهي في النهاية ذوق يعني وإحساس ذوق المصور وإحساس المصور. زين فاطمة، أنت دخولك الفعلي كان لهذا المجال في عام 2015 ديسمبر. أي نعم. وين كان وشلون كانت بداية الدخول هذا المجال؟ أي كان أول شيء صدفة، يعني شفت إعلان تصوير مجموعة من مصورين، نخبة مصورين البحرينيين رايحين رحلة تصوير لقبائل أثيوبية، قبائل بدائية في أثيوبيا، فالتحقت وياهم إن أصور، لكن أنا ما كان عندي كاميرا، يعني شريت الكاميرا ورحت بس مجرد إن أعرف شلون أصور، ما أعرف ولا شيء عن الكاميرا، بس الحبة التصوير. فرحت هناك وبديت أشوف شلون المصورين قاعدين يتكلمون عن التصوير، شلون نقاشاتهم، شلون يحللون الصورة، شلون ذي. فعقب ما رجعت من هاي الرحلة كنت شوي ضايعة فيها. بالضبط. إيه؟ كنت وايد ضايعة، يعني أنا كان على بالي إن التصوير عبارة عن ضغطة زر، إن أنا بضغط زر وامشي، يعني التصوير وخلاص انتهى الموضوع. لكن استوعبت عقب الرحلة إن لا، التصوير هو عالم آخر، يعني عالم، يعني هي مادة تعليمية بحد ذاتها. فبالتالي يعني طقيت مثل ما يقولون بوز إن لازم أتعلم أساسيات التصوير، أدش في دورات يعني تصويرية وأساسيات مبادئ التصوير و لغاية ما شفت إعلان للأستاذ خالد الشملان مصور بحريني، شفت له دورات ووجه له تحية لأنه هو وايد ساعدني في أمور أن أتعلم أساسيات التصوير. ودخلت معه تقريبا سنتين في ورش كثيرة، يعني تصوير لاندسكيب اللي هو الطبيعة. دخلتي في عالم الاحتراف بعد؟ ما أقول إن أنا دخلت عالم الاحتراف، أنا لحد الآن ما احترف. بس يعني فاطمة أنت ما شاء الله حققتي لنا جائزة. بالضبط. وخارج البحرين أيضاً، وإحنا فخورين فيك. ويوم سمعتي إن أنت يعني حصلتي على المركز الثاني
في إكسبوجر، شنو كان شعورك؟ يعني أنا ما سمعت عن المركز الثاني إلا في الحفلة، يعني ما قالوا لي. فكنت متفاجئة يعني. إيه، فبس قالوا لي إن يا الأول أو الثاني قبل، يعني قبل ما أروح الحفلة. صراحة شعور ما أقدر أوصفه، لأن كان بالنسبة لي إنجاز خلال سنتين من العمل والتعب بالتصوير والتعليم والصرف، يعني سفرات، أنا سافرت وايد، فهاي الإنجاز اللي أنجزته صراحة يعني فرحة كانت وايد كبيرة. هاي شيء ثاني إني أرفع اسم البحرين في يعني مكان في مصورين من العالم، يعني وأنا كنت أنافس مصورين كبار، مو بأن مصورين بس الوطن العربي، مسابقة عالمية. فكانت فرحة يعني ما أقدر أوصف شعوري صراحة. زين فاطمة، خلينا نشوف بعض الصور على الشاشة مع بعض لفاطمة قادر، وشلون إبداعاتها ولمساتها التصويرية. أوكي. من بعد قلتي لي بديتي من 2015 إلى 2021، يعني 6 سنوات. حازم كنها رسمة صح؟ لوحة فنية. هاي لوحة. هاي في البحرين. في وين؟ هاي الممشى اللي صوب بمرفأ المالي. نعم، صورة جدا جميلة. يعني الزاوية اللي أنا ماخذة من زاوية كلش هاي عشان أبين جمالية المكان من زاوية أخرى، من زاوية إحنا مو متعودين عليها. رؤية شخص أتوقع هاوي للهندسة المعمارية أيضا. بالضبط. هاي أيضا يعني ساعات يقولك الواحد يعجز عن التعليق صراحة في اللمسات الفنية. صورة إبداعية الأمانة، بس لابد أن أي شخص مهتم بالتصوير يكون عنده الأساسيات. لازم مثل ما قلت. هاي شنو دي الصورة؟ هاي الصورة في مبنى البرشة في محرك، مبنى هيئة الحكومة الإلكترونية، أنا أشتغل هناك. فهاي الصورة في المبنى. كل هالصور الجميلة موجودة في البحرين. نعم، ولكن رؤية الهندسة المعمارية هي اللي برزتها أكيد. فور سيزن، فندق فور سيزن من تحت يم البوابة. هاي مو في البحرين، هاي في إسبانيا. بس متمسكة بالألوان الأبيض وأسود. وايد أحب. ليش؟ لأن يعني لما نشيل لون الألوان من الصورة نشوف المكان بشكل آخر، يعني نشيل التشتت الألوان. تعطي رقي حق الصورة شوي. بالضبط، تعطي رقي للصورة، وبالتالي نشيل التشتت اللي في الصورة. أنت حابة تركزين على الخطوط والهندسة أكثر من الألوان؟ بالضبط، الأشكال الهندسية. يعني أنا حين إذا حولت الصورة إلى أبيض وأسود كأن أنا قاعدة أوجه نظرتكم إلى المبنى، مو بالألوان، مو بالسماء أو المباني اللي موجودة أو الأشياء الثانية اللي تشتت. يعني بس أنت كل فترة تمرين فيها يمكن تحبين شغلة أو تلتزمين فيها وبعد فترة تغيرينها. أحب أنوع بس أرجع لهم، يعني مو بدنا خلاص أنسى الشيء اللي هاي، أحب أرجع لهم، ويعني أحب أتعلم وايد، يعني أطور من نفسي في مجالات كثيرة يعني. نعم فاطمة، نقاط التحول، أهم نقاط التحول اللي مريتي فيها في مجال التصوير، خصوصاً الحين يمكن في شباب يتابعونا وحابين أنهم يقتدون فيك ويحققون أكيد الإنجاز اللي حققتيه، فكلميني عن هذه نقاط التحول. نقاط التحول يعني مثلاً إن الواحد لازم يتعلم، يعني يعلم نفسه شلون يستمر في التعليم. وشيء ثاني الاستمرارية في الممارسة، يعني أنت ما راح تبدع أو أنك تتحول من إلى إلا إذا استمريت في الممارسة والتصوير وكذا، يعني نستمر في التصوير كذا مرة، يعني مو بس نقول أنا تعلمت الأساسيات وخلاص، لازم تمارس. تمارس بنفس الوقت تتعلم، تثقف نفسك. وكل ما تمارس تتعلم شيء جديد. كل ما بالضبط، وإنك تحول من مرحلة إلى مرحلة ثانية. يعني أنا كنت في اللاندسكيب تصوير الطبيعة، بديت دشيت في دورة تصوير المعماري مع الأستاذ مصور كويتي في ناصر العميري. نعم. فيوم دشيت هني هاي كان في 2018، في 2017 كان طبيعة، في 2018 دشيت التصوير المعماري، تغيرت الوجهة والنظرة كاملة، حتى لدرجة أني سويت حسابين، يعني ما أبي أخلط بين المجالين، هاي مجال وهاي مجال. فشلون الواحد يقدر يحول من وإلى باستمرارية الممارسة والتعليم. يعني
إذا أي واحد يبي يعني هاي يعلم نفسه ويقعد يثقف، يعني نقرأ أكثر مما أنه مجرد أن نعتمد على الأساسيات. أكيد، وأكيد هذه نقاط التحول مهمة في حياة كل شخص حب أنه هو يطور من نفسه. طبعا. نشوف الحين صور عامة أيضا من تصويرك ونعلق عليهم. هذه شوي في ألوان، يعني نشوف شوي في بس بعد هي تعتبر فاين آرت لأنه مو بالألوان الحقيقية اللي إحنا نشوفها. صح. نعم، يعني بعض المباني بس معطي لمسات بعض بالضبط المباني. بالضبط. هذه شوي بعيد عن العمارة أظن. أي هاي الصورة. هاي الطبيعة. بعد من الأشياء اللي أحبها بعد تصوير الغابات. ليش ما تركت أنا ما تركت. يعني تعبت شوي تشوفي ما شاء الله. ما تركت. أنا قلت أنا عندي حسابين، حساب الطبيعة وحساب المعماري. الحين متمسكي متمسكة فيهم. بس تميزتي أكثر وحققتي جوائز في الجانب المعماري الاثنين. صح؟ بس هاي الألوان مو طبيعية. الاثنين؟ الاثنين. هاي الالوان مو طبيعيه. هاي مو الوان مو طبيعيه، هاي تقنيه تعلمتها اللي هي تقنيه انفراريد يسمونها. بس بعد جميله صراحه. فاطمه، يعني التقنيات هذه والاضافات اللي تكون على الصوره، يعني الصوره ما تكون هي الصوره الطبيعيه اللي احنا نشوفها بالعين، ايش قد مهمه في زماننا ذي؟ هو يعتمد على الشخص، يعتمد على نظره المصور شنو يبي ينقل من صوره للمتلقي. نعم. أنا مثلاً أحب الفاين آرت اللي هو الفنون الجميلة، يعني أحب أن أضيف لمساتي على الصورة بحيث أن أبين شخصيتي في الصورة. مو بس مجرد أني أنا أصور وأعرض الصورة على أساس اللي يشوف الصورة يقول هاي فاطمة مصورتها، هاي هاي صورة فاطمة أو أن هاي يعني المعالجة في الصورة أنا أحس يعني مهمة. بس في نفس الوقت الصورة نفسها، يعني تصوير الصورة الصحيحة هي أهم من المعالجة، معالجة الصورة. إذن نرجع شوي حق الأساسيات، أنا تكلمت معك عن الأساسيات، هل ضروري أن المصور يكون عنده أساسيات التصوير أو ممكن هو يمارس التصوير بشكل طبيعي من البداية؟ بالنسبة لي وتجربتي أنا الأساسيات كانت وايد مهمة، برغم أن عندي خلفية فنية لكن الأساسيات التصوير بعد مهمة. مثل ما بديت أنا صورت ما كنت أعرف أنه إيش قاعدة أصور، لكن يوم تعلمت الأساسيات واستمريت في التعليم هني يمكن طورت من نفسي أكثر. إذا الواحد يبي يطور من نفسه لازم يتعلم أكيد الأساسيات، والأساسيات في أي مادة في أي شيء في أي مجال، يعني حتى في الشغل لازم تعرف أساسيات شغلك شنو. يعني نعم فاطمة، بنتكلم شوي عن الجوائز اللي فزتي فيها. أي. ذكري أهم هذه الجوائز اللي تحسين أن هي مثلاً عطتك الدافع أن أنت تواصلين في مجال التصوير. طبعاً آخر جائزة اللي فزت فيها في المركز الثاني في مسابقة العالمية مهرجان إكسبوجر في الشارقة، هاي كانت يعني أهم جائزة. بعد في قبل هاي يعني أنا شاركت في المسابقات من 2019، شاركت أول مرة في مسابقة حمدان الدولية، بعد هاي أنا ما فزت فيها، لكن الصورة من بين مئات الآلاف الصور تأهلت للمرحلة النهائية من أول مشاركة، فهاي بالنسبة لي كان يعني بروحها إنجاز. عقب بعد ما وصلت الصور، صورتين وصلوا للمرحلة النهائية، هني أنا بديت أخذ الموضوع بجدية أكثر، فتميت أصور صور ثانية، شاركت في مسابقة إكسبوجر وفزت في المركز الثاني. انا مجرد ما قالوا لي ان انت يعني فايزه، انا كانت يعني مسابقه حمدان العالميه هي كانت النقله بالنسبه لك. بالضبط بالضبط. حببتك ان انت تشاركين في المسابقات، مسابقات اكثر لان كانت اول مشاركه لي. شوي طبعا طبعا ومسؤولية. اتوقع فاطمه ان هي اهم نقطه تحول في مسيرتك كمصوره. صح. اي زين فاطمه، في شباب يمكن ما يمتلكون كاميرا احترافيه، يمتلكون بس هاتفهم النقال حازم، صح؟ فشلون يعني شنو النصائح اللي تقدمينها لهم؟ هل ممكن انهم يطورون من هوايتهم بمجرد استخدام الهاتف النقال؟ بعد يعتمد على تخصص الشخص، يعني مثلا اذا الشخص يبي يتخصص تخصص معين يحتاج الى ادوات معينه، يحتاج الى مثلا كاميرات احترافيه، في بعض انواع من التصوير تحتاج الى الكاميرا تكون تخصصيه اكثر مثل تصوير النجوم وهالامور هاي. لكن إذا الشخص يبي يصور تصوير عادي، كاميرا التليفون على أيام بعد التليفونات قاعدة تطور من الكاميرا بشكل رهيب صراحة، يمكن مبيعات الكاميرات قاعدة تنزل بسبب التليفونات.
إنه ممكن تغنيك عن الكاميرا. ممكن تغنيك عن الكاميرا لأن التليفون قاعد يعطيك حتى الدقة في الصورة والفوكس وكل شيء في الصورة، ممكن تعطيك يعني ممكن تحصل الصورة من التليفون. لكن بعد مثل ما قلت يعتمد على التخصص. أنا تخصص المعماري أحتاج أستخدم مثلا فلاتر، أحتاج أستخدم تقنيات معينة مو موجودة للحين في التليفونات، لازم أنتقل لي كاميرات احترافية. فمثل ما قلت يعتمد على التخصص الشخص اللي يبي يتخصص. زين نرجع شوي فاطمة حق الجوائز ومشاركاتك في المسابقات، وطبعا إنجاز كبير حققتي في مسيرتك، أكيد راح يكون دافع لك إن أنت تروحين وتشاركين في مسابقات ثانية سواء كانت محلية أو خارجية أو حتى عالمية. تكلم عن الصورة اللي أنت شاركتي فيها، شنو كانت الصورة وشنو كانت تعني لك هذه الصورة؟ الصورة اللي فزت فيها في مسابقة إكسبوجر صورة من إسبانيا صورتها. صراحة ما كنت أعرف، يعني ما كنت أتوقع أنها بتفوز. صورة بسيطة جدا حتى ما فيها أي معالجة، يعني في بعض الأوقات الناس تقعد ساعات على معالجة الصورة عشان تفوز، لكن أنا صورتي ما كانت يعني ما فيها أي معالجة فوتوشوب في الصورة. فهاي بالنسبة لي، هاي بالنسبة لي كان طبيعية بالضبط. إن أنجزت فيها لأن الصورة هاي صورة عفوية جدا، يعني مجرد إن أنا صورت اللقطة اللي أنا قاعدة أشوف المكان اللي أنا واقفة، شفت هاي الفريم هاي الإطار، فخلونا أخذ هاي الصورة، خذيتها وحطيتها في المسابقة والحمد لله. يعني أزل خلينا نشوف بعض الصور النماذج اللي أنتي فزتي فيها شاركتي فيها في المسابقة. تفضلي فاطمة. إن في صور العفوية، أوقات الصور العفوية تكون أقوى وأقرب إلى يعني مو الناس. أوقات أنا أحس إنه دائماً أكثر من ما إنها تكون ستيج صور اللي أو هو مصطنعة، يعني مصطنعة سواء كانت من الأشخاص أو حتى من بالضبط. أو كانت حتى من الطبيعة. أحس دائماً العفوية والبساطة هي اللي توصل حق القلب. عشان كذا أنا أحب الطبيعة والمعماري لأن هي ما فيها أي يعني تكلف أو مجهود زايد، طبعاً هو مجرد رؤية لمصور. نروح للصور ونشوف بعض الصور اللي شاركتي فيهم من خلال المسابقات وحصلتي فيهم على جوائز. هاي الصورة الأولى، هاي الصورة وصلت للمرحلة النهائية في مسابقة حمدان. ما شاء الله صورة عفوية جدا في البوسنة. وهذه، هذه في مدينة الفنون والعلوم في فالنسيا في إسبانيا. ليه حنا نشوفك متماسكة في الأبيض والأسود؟ اي احب الأبيض والأسود يعني. وهذه، هاي في جزيرة تنريفي في إسبانيا بعد جزر الكناري، هاي معروفة طبعا. هاي بعد فازت خليج البحرين. انا اتوقع حازم لو اشوف صورة من صور فاطمة من بين خمس صور او ست صور بعرف ان هذه بصمتها. اي خلاص يبين، وخلاص يبين ان هذه رؤية فاطمة في التصوير. هذه وين الصورة؟ هاي الصورة في مدينة بلباو في اسبانيا بعد يم ما فيها اي اضافات. ما فيها اي اضافات طبيعية. وانا فوق الجسر اصور، يعني في جسر وفي جسر ممشى. هاي نظرة المصور، استغل اللحظة، يستغل الفرصة، مجرد رؤية هي وفن أيضا. أي يعني أنا بس التفت كذي وشفت الشخص قاعد يمشي بروحه، ما في أي أحد حتى في على الجسر، كان يعني الصبح كلش، وهو يمشي في المكان اللي فيه شمس. خليت الصورة. إذن فاطمة بنشوفك تصورين يعني أنواع أخرى من الصور غير المعماري غير الطبيعة، مثلا اشخاص، نشوفك تصورين خديجه يوم الايام مثلا، نشوف ان شاء الله تنتقلين الى عالم اخر، ولا انت مرتاحه في المكان اللي انت فيه؟ انا حاليا مرتاحه في المكان اللي فيه، بس لكن ما اطمح اني اتم في هالمكان، يعني في التصوير المعماري بهاي النوع، لكن ابي يعني في مجالات ثانيه انا مهتمه فيها مثل تصوير النجوم مثلا وتصوير الطبيعه يعني الصعبة مثل ما يقولون بركان براكين وهالسوالف. يعني هذه تحديات انت قاعدة تخوضينها في مجال التصوير. في صورة حابين نشوفها ونعلق عليها معاك، طبعا هذه صورة فزتي فيها بجائزة، كلمينا اكثر عنها. هذا اللي قلت لكم ان انا كنت واقفة في مكان وشفت بس التفت على المكان الشخص قاعد يمشي، خذيت اللقطة من غير اي ادت، مجرد فتحت الصورة شوي فقط. ما شاء الله فاطمة الصورة كأنها رسمة. أي.
وكأنها رسمة حوزم. صح. حتى يعني الغيوم اللي موجودة وكذا كأنهم رسمة يعني. نعم. إنزين فاطمة، الخطوة المستقبلية الحين. الخطوة. غير تحدي الطبيعة أنت. وايد يعني في الطبيعة. هاي. ها. وايد أنا في الطبيعة. أشوفك محبة للطبيعة جدا. وايد. وايد. وناوية إن تروحين إلى تحديات جديدة في الطبيعة. بتصور بركان حوزم عاد حوس بي فاطمة يعني لا تدشين التحديات بقرب قوي يعني خليك حذرة شوي. أول شيء النجوم والمجرات بعدين نروح. بعدين البراكين. إنزين القادم شنو؟ ما أدري يعني لحد الآن. المجال يعني الحين مفتوح. عندك. المجال مفتوح. خصوصاً في التصوير يعني في فن التصوير المجال مفتوح من الماكرو المايكرو الأشياء الصغيرة للمجرة فأي شيء أنا ممكن أدش فيه وأتعلمه أحب أني أدخل في الانتيريال ديزاين اللي هو التصوير الداخلي للمعمار الداخلي فيمكن هاي يكون الخطوة الثانية من بعد التصوير المعماري بعد في نفس المجالين نفس المعماري يعطيك الصحة والعافية بنياتنا إن شاء الله أكيد الله يعافيك مشكورين بالتوفيق والنجاح فاطمة قادر شرفتينا اليوم وفخر طبعا مثل ما قالت خديجة في بداية فقراتنا ان انت فخر لمملكتنا الحبيبة كأول امرأة تفوز مثل هذه الجوائز الخارجية وان شاء الله هاي بداية خير والجوائز متتالية ان شاء الله من الاعلى الى الاعلى باذن الله كل التوفيق لك فاطمة وايضا ناطرين جديدك يعني ناطرين نشوف التحديات الجديدة اللي بتخوضينها إن شاء الله إن شاء الله مشكورين ومشكورين على الاستضافة ويعطيكم ألف عافية شكرا لك حوزم الحين راح ننتقل لفاصل ونرجع لكم مشاهدينا وصلنا معكم مشاهدينا إلى النشرة الفنية اللي تهتم بأخبار الفنانين والمشاهير في الخليج والعالم أهلا بكم في النشرة الفنية لهذا الأسبوع ويأتيكم فيها بوراك دينيز يتجه إلى إيطاليا عبد المجيد عبد الله يصدر ألبومه الجديد في هذا الموعد والخبر الأخير مريم فارس قريبا بفيلم وثائقي يستعد الممثل التركي بوراك دينيز للسفر إلى دولة إيطاليا وذلك من أجل تصوير مسلسل جديد يتألف من 8 حلقات ومن المقرر أن يلعب دور المصور عساف ونشر الممثل بوراك دينيز صورا له مع زميلته الممثلة التركية إلينا بوز من كواليس مسلسلهما مرعشلي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين يشاهدون المسلسل إذ أنه يحقق نجاحا لافتا في تركيا والعالم العربي أعلن الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله عن موعد إصدار ألبومه الجديد في عيد الأضحى إذ فاجأ الجمهور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب الألبوم في عيد الأضحى إن شاء المولى ونال منشوره إعجاب عدد كبير من المتابعين فاجأت الفنانة اللبنانية مريم فارس الجمهور بخبر عرض فيلم وثائقي لها بعنوان مريم فارس The Journey والذي سيعرض على شبكة نتفليكس وتبلغ مدة عرضه 1 ساعة و11 دقيقة تروي فيه مريم معاناتها خلال فترة حملها في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا كما تتطرق بحديثها عن ألبومها السادس الذي يتضمن 10 أغنيات بلهجات مختلفة ننتقل إلى فقرتنا التالية متابعينا حيث قام مجموعة من طلاب من برنامج الفنون والتصميم بجامعة البحرين اللي يسعون لمساعدة المعلمين والطلاب بإقامة حملة سموها
تعليميشن. وللحديث أكثر عن هذه الحملة يسعدنا استضافة الطالبتين مريم سلمان وزينب عباس. يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير والنور والسرور. صباح النور. أهلا. صباح النور مريم وزينب. الله يسلمك. طبعا في البداية معك زينب، الاسم شوي غريب يعني ملفت صراحة. ملفت، فكلميني أكثر عن الفكرة مالتكم وارتباطها بالاسم. تمام. في البداية طبعا أحب أشكركم لاستضافتكم حقنا، وأن أعطيتونا مجال نوصل فكرة مشروعنا على يعني نطاق أوسع. أكيد تستاهلون. بالنسبة إلى حملتنا اسمها تعليميشن، طبعا هي حملة موجهة من احنا موجهة إلى الطلاب، من احنا كذلك طلاب الفنون والتصميم. موجهة إلى مو بس الطلاب فقط، إلى الطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور. يعني هي تتكون من إن فيديوهات تعليمية أو دروس إلكترونية بس عبارة عن رسوم متحركة. يعني فهي تساعد الطلاب وتساعد المعلمين في أنهم يوصلون الفكرة. فأنتوا خذيتوا أنيميشن تعليميشن. تعليميشن ودمج بين الاسمين تعليميشن وأنيميشن عشان يتكون عندنا اسم واحد. صراحة فكرة جميلة، حلو، شيء جديد. مريم من وين جاتكم دي الفكرة؟ الفكرة كليا فكرة الدكتورة سماء الهاشمي، تحية لها. بدت الفكرة، استوحت الفكرة من السنة اللي طافت في جائحة كورونا. سويتها لما شافت وضع العملية التعليمية. فبعد ما ابتدت الدراسة عن بعد ابتدت الفكرة وطبقناها. يعني طبعا اوجه لها تحيه دكتوره سماء الهاشمي، دكتورتي في الجامعه، ودائما هي تحفز على الافكار الابداعيه. اي فعلا. نعم. يعني زينب، شنو اللي يميز فكرتكم؟ واحنا نشوف دائما بعض الشباب يبتدون بافكار حلوه لكنها تنقصهم الاستمراريه. هو الاستمرارية طبعا مهم، بس يعني احنا اللي يميز حملتنا بعد انها تكون مصممة من قبل طلاب الفنون التصميم، يعني لهم احنا بس مو بس بروحنا، مع اساتذة من المدارس الحكومية. فبالتعاون معهم هاي يميز، يعني يميز الفيديوهات اللي احنا نسويها. يعني احنا هاي اللي يميزها ان احنا نقوم بتحويل جميع مناهج الوزارة، وزارة التربية والتعليم، على انها تكون رسوم متحركة عشان تسهيل العملية. طبعا احنا يعني نتمنى ان الوزاره تدعمنا، ويعني يكون في بيننا وبينهم تعاون عشان يسمحوا لنا بان احنا نحاول قدر المستطاع نسوي دروس متحركه لتسهيل طبعا العمليه. يعني زينب انتم مصرين على استمرار هذا البرنامج اللي بديتوه. اي مثل ما قالت مريم، منها بدات يعني من العام، بس يعني وقعدت تطبق السنه، وبعد نبيها الى عقب. اوردي الحين احنا قاعدين نعيش تطور، كل شيء اونلاين و فنبيت يعني تستمر هاي الإديوميشن إن شاء الله بإذن الله. وأردي في كل سنة الطلب اليدد، الدفعات اليدد يشتغلون على البروجكت، يعني يسوون نفس الفيديوهات دي كمشروع تخرج. لا مو مشروع، مشروع المادة نفسها. إنزين مريم، يعني الأنيميشن له قاعدة جماهيرية كبيرة صراحة، في وايد محبين لهذا النوع من الفن أو نوع من المسلسلات، فانتوا شلون شفتوا فائدته في التعليم؟ فائدته في التعليم على ان اول شيء التعليم التقليدي هو متعودين على روتين ممل، يعني صاير انه وايد روتين صاير. فاول شيء الانيميشن يجذب الطلبه حق الدراسه، وان الانيميشن هو في نفس الوقت ان فتره الفيديوهات قصيره، يعني ما تجبر الطالب وتوصل بسرعه. اي زين. بالاضافه بعد حق اللي قالتها مريم، ان احنا في حملتنا عندنا قناه خاصه في اليوتيوب طبعا، فيستطيع الطالب انه يعني يرجع الى الدروس متى ما شاء. فيعني هاي يعني بعد الشيء اللي كارشيف يعني موجود عندكم، من الفوائد يعني في اي وقت ممكن يروح، ممكن يشوفه. اي يعني مثلا مو فاهم شيء الطالب، مثلا انه مستمتع وهو يطالع، عنده سؤال، والله شيء اكو الدرس موجود، وطبعا تحتفي اكيد تعليمات يعني. وبالطبع انه ما يستغني عن المعلم بشكل تام، بشكل عام. اي فانه يستطيع انه يرجع يرد يشوف. بعد ان الانيميشن الحركه بسبب الموشن اللي فيها تتركز في عقل الطالب بشكل عام، سواء طفل او في المرحله الاعداديه او في الثانويه. فهاي من اهم الفوائد يعني. بس اتوقع اكثر المحبين لهذا النوع بيكونون من الاطفال او المقبلين عليكم
لاحظتوهم من الاطفال؟ اي في المرحله التاسيسيه دائما، يعني انهم المقبلين على هاي الحملة أو هاي الفكرة يعني. ونشوف الحين ما شاء الله الأطفال مبدعين في هذا المجال. إيه؟ يعني زينب كلميني عن الهدف الرئيسي والأهداف الثانوية من حملتك. تمام. يعني الهدف الرئيسي هو أن إحنا نوصل فكرة التعليم عن بعد أنها مو فكرة سيئة، بالعكس يعني أن أخذوها برحابة صدر وعادي، يعني تدريس عن بعد ما أن فيها مشكلة. فإحنا الهدف أن إحنا نسهل العملية في هاي الفترة بالذات، وبعد ان احنا نساعد المعلمين على انهم شلون يسوون هاي الدروس، يعني لا يستصعبون الشيء انه عن بعد واحنا ما نقدر نسوي. صح. او فيعني هاي هو الاهداف، هاي الاهداف اهم الاهداف اللي احنا نطمح لها. الهدف الرئيسي اي انه يعني يكون، طبعا الهدف الرئيسي ان احنا يكون لنا اسمنا ويكون يعني نساعد المعلمين، نوصل المعلومة نسهل على الطلبة على الأساتذة، يعني الهيئة التعليمية بشكل عام نكون احنا يعني لنا دور كبير في مساعدتهم من هالناحيه. انزين مريم، نروح الى البرامج اللي تتضمنها الحمله. البرامج اللي عندنا ان يعني عندنا اكتيفيتيز وايد، وننزل فيديوهات متحركه حق الاطفال. تقريبا احنا عندنا اكثر من 50 فيديو حاليا في القناه، يعني قصيره، في من ضمنها يعني نوع الفكاهه، مو كله درس عشان لا انه يجمد عقل الطالب يعني. اوكي، في تنويع يعني. في تنويع غير انها رسوم يعني، فالرسوم تجذب هاي غير ممله يعني، تجذب وقصيره طويله يعني، قصيره يعني ما يتملون منها. فهاي يعني في شخصيات معينه راح تكون رئيسيه يعني على اساس ان تخلون الطلبه يحبونهم، خاصه الاطفال يتعلقون ساعات في شخصيات معينه. مثل المواد الاساسيه مثلا، يعني العلوم او الاحياء او هاي الاشياء، طبعا نقدر نحن نجسد الكاركتر في مثلا شوف مثلا الخليه، مثلا خليها كاركتر معين، فالطالب بيحفظها دايركت ان هي هاي الشخصيه مثلا، ترسخ في ذهن الطالب بطريقه حلوه بحيث انه ما ينساها ويستفيد في نفس الوقت يعني. وفي نفس الوقت الشخصيات احنا اللي نشتغل عليهم في الاستريشن، احنا اللي نرسمهم. بس ما رسمتوا شخصيه معينه اساسيه للحين؟ لا يعني مثلا شوف، من واحنا صغار كنا نتابع مثلا توم وجيري، خلاص حفظنا اساميهم، حفظنا هذه الشخصيات، حبيناهم. والجيل اللي بعده يبت شخصيات بعدهم، والجيل اللي بعده، فلابد أن تكون في شخصية مميزة عند الأطفال. طبعاً نقدر نضيف أي شيء أكيد، عشان إذا يحبب الأطفال ما في مشكلة يعني، أكيد يعني نضيف يعني هاي الشيء. في كرتون كان اسمه نحول، كان يزرع بعض القيم في الطفل، فيعني أنا أتوقع أن أنت حابين توصلون لهدف معين أيضاً من خلال هذه الشخصيات. زينب، إذا بنتكلم عن مستوى الحملة، هل هي فقط على مستوى البحرين ولا انتم حابين ان انتم تتجهون للمحيط؟ حاليا حملتنا يعني بس مستوى محلي، مستوى البحرين. طبعا يعني نتمنى ان من الجامعات اللي في كافه دول العالم، اللي مطروح من ضمن برامجها برنامج الفنون والتصميم، انهم يستفيدون طبعا من هاي الفكره، ويكون كلنا في بيننا تعاون يعني، عشان يعني نقدر نستفيد، ويكون هاي يعني حملة مو بس حتى على مستوى الخليج، بالعكس تكون عالمية. يعني نقدر ان احنا نساعد الكل في ظل هاي الظروف وخارج عن هاي الظروف بعد. فأكيد نتمنى ان احنا نطلع خارج النطاق المحلي يعني. زين مريم، عددكم انتوا كطلبة وشلون تشتغلون، توزعون المهام شلون؟ احنا 12 طالبة ما شاء الله. نقسم الشغل بيننا. كلكم بنات؟ اي احسن. افا زين. ان عندنا أفرقة متنوعة، يعني ان فريق الابداعي، فريق التنسيق، فريق كل جروب له دور معين، بس ان في نفس الوقت ان كل الطلبة نشتغل في كل شيء يعني. في مثلا على سبيل المثال طلبة التنسيق ينزلون بوستات وماسكين الحملة، بس في نفس الوقت ينتقدوننا في البوستر في التصميم اذا عندنا شيء غلط او لا. وايضا نفس الشيء فريق الابداع، يعني احنا على كل يعني فريق، بس ان كلنا نشتغل يعني في تحت اسم نفس الحملة، فالادوار موزعه بشكل صحيح. ما في ساعات تكون بينكم يعني بعض الاراء المتعارضه؟ ما شاء الله اختلافات وايد، بس نسوي تصويت يعني. تعرضون اعمالكم على الاهل او الاصدقاء والمحيطين فيكم؟
فعلى هالاساس انتم تحاولون ان انتم تطورون اعمالكم. اي نعم. بعد من يعني من اكيد نعرضها على الدكتوره والدكتوره تعرضها على الجامعه، فهاي شيء واجد زين بالنسبه لنا ولحملتنا يعني. وفي نفس الوقت اذا الدكتوره شافت انه في شيء غلط تنتقدنا نعادله قبل ما ننزل اي شيء، نرويها عشان انه ناخذ موافقتها او لا ما ننزل شيء في الاخر. زين شلون لمست ودعم، بما ان خديجه ذكرت الاهل ودورهم، شلون لمست دعم الاهل واولياء الامور والمؤسسات والشركات؟ شلون كان، هل حصلتم على دعم على الاقل معنوي؟ طبعا احنا يعني في هاي الكورس سوينا يعني من ضمن الامور اللي انجزناها استبيان. طبعا من خلال الاستبيان يعني توضح لنا هاي الشيء ان من الاهل من خارج عن الاهل، يعني ان كل من كان يتفاعل، حتى هاي الاستبيان يعني شيء بسيط، كل من كان يتفاعل ويقولنا بالعكس يعني ان استفدنا من هاي الشيء وانه كان اوكي. وكذلك يقولون ان يعني نتمنى ان انتم تسوون اكثر عشان تطلع، عشان الاطفال بالذات في هاي الاوقات، يعني ان الحين كل واحد عنده ايباد وقاعد، فمره واحده نستغل هاي الفرصه. ضروري. فهاي كان يعني اوكي. شنو المواقع او البرامج اللي تستخدمونها في عمل هذه الرسوم المتحركه؟ عندك الادوب الستريشن، عندك الفوتوشوب، عندك الانيميشن حق ان نحرك الفيديو والهذا. نعم. بس شلون انتوا يعني مثلا تفرغون الدروس، شلون تكتبون النصوص على اساس توصلون المعلومه بشكل سلس وسهل الى الطالب؟ يعني في البدايه يعني هو يتم تلخيص الدرس، طبعا الدرس يعني في الكتاب بشكل عام فيه واجب معلومات، فاحنا نقوم نلخص الدرس، عقب بدنا ناخذ الافكار الرئيسيه، عقب بدنا مثل يعني نقدر نسوي مثلا شخصيه معينه على اساس انه هي شيء مهم في الدرس، او يعني نخلي مثلا فكره مستوحاه من شيء بحيث انه ما يكون في يعني انه تعال احفظ هاي الكلام، لا يعني. بس ما واجهتوا ساعات صعوبات ان يعني مثلا انا شلون هذه الدرس مثلا العلوم او الرياضيات شلون اوصل ذي المساله للطالب بشكل سلس وسهل؟ طبعا هذا بنقوم فيه ويا تعاون ويا الاساتذه يعني. كل ماده نتفق وياهم، تعرضون عليهم الافكار، تعرضون عليهم وهم بعد يفهمونا اذا عندنا شيء غلط، يعني كل ماده هاي يعطونا الاشياء النصائح واحنا نطبق. زين النصيحه الاهم اللي قدمتها لكم دكتوره سماء الهاشمي، ودائما اتوقع هي داعمه لكم. اكيد هي دائما يعني تعطي نصائح واضحه ومثل ما احنا نقول في النقطه المعينه. صراحه الدكتوره سماء شوي شديده علينا، بس نهايه الكورس نطلع بانجاز، يعني صدقنا تضغطنا طول الكورس، بس يعني نحس ان تطورنا، يعني على نهايه الكورس الطلبه يقولون واو احنا سوينا كذي. اي يعني هي مو بس تبي مبدعين، تبي اكثر من مبدعين، يعني حتى لما نسوي شيء تقول ما توقعت شيء، يعني تبي اكثر من كذي. فهي دائما يعني هي الداعم الرئيسي اساسا، يعني بما ان احنا ما نسوي شيء الا لما نراويها، ما نقول شيء الا لما نسالها، ف دائما يعني ان اي لا وكله اصلا لا، ليش؟ عشان يكون احسن. احسن تنتقل بس بطريقه تخلينا نتطور. انتقاد بناء اكيد. زين القادم في حمله تعليميشن، القادم في حمله تعليميشن الهدف اللي قلناه ان نبي ننشر الحمله على مستوى الخليج ان شاء الله، يعني العالم بعد ان شاء الله. ان شاء الله يعني. زين وفي نفس الوقت ان الهدف اللي عندنا نبي يكون لنا دور ان نشارك، نتعامل نتعاون ويا وزاره التربيه والتعليم في رسوم الكاريكاتور، الرسومات المتحركه في الانيميشن، يعني والرسومات في الكتب. احنا كمصممين او فنانين يعني اكيد نحب انه يكون لنا دور كبير في هاي المجال بالذات التعليم، يعني احنا قاعدين نتعلم حاليا ونوردي عن بعد يعني اونلاين، فبعد نبي مثل الشيء في وقت عندك تطورين مهاراتك في التصميم في الابداع، يعني نقدر اساسا ندمج بين التصميم والفنون، يعني هو هاي تخصص وهاي تخصص، بس احنا نقدر ندمجهم من خلال يعني مثلا احنا نطلع حمله تكون واو يعني في الدراسه في التعليم وتكون مترجمه لاكثر من لغه. طبعا طموحكم عالي ان شاء الله للعالميه. ان شاء الله ان شاء الله. مريم سلمان وزينب عباس شكرا لوجودكم معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق يا رب. الله يسلمك. موفقين يا رب، ودائما مميزين الطلبه البحرينيين صراحه، ولهم بصمه واضحه. نعم. موفقين يا رب. مشكورين والله. شكرا. ما قصرتوا يعني نشكركم. إيه. احنا واجد سعيدين ان احنا موجودين هنا، ان قدرنا احنا اسعد يعني. شكرا والله ما قصرت. بالعكس هذه واجب، واقل ما يقدم الى الشاب البحريني
المبدع أو الشابة البحرينية المبدعة. شكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله. بنكون متابعين لكم أيضا إن شاء الله. متابعينا وصلنا معاكم إلى فقرة على وين، اللي تعرفنا على أبرز الأماكن الترفيهية والسياحية اللي ممكن نزورها بعد فترة الإغلاق، والبداية مع مشروع مميز في خليج البحرين. تفاصيل أكثر بنستعرضها مع التقرير. أهلاً بمتابعين برنامج شمس البحرين. في مرة تخيلتوا نفسكم تأكلون بيتزا مع محبينكم في وسط البحر؟ هذا بالضبط اللي تقدرون تسوونه الحين في خليج البحرين بفضل مشروع دو بحرين، وهو عبارة عن مطعم يقدم أطباقه على قارب الدونت العائم. تقدر أنت مع 4 من أهلك أو أصدقائك تستأجرون بوت الدونت وتستمتعون بالمناظر الخلابة والأجواء الأكثر من رائعة لمدة ساعة كاملة. قارب الدونت البحري انه ياخذك الى جولة بحرية جميلة في خليج البحرين بالقرب من مجمع الافنيوز وفندق الفور سيزن. اذا كنتوا تحسون بالجوع لا تحاتون، مطعم دو بحرين يقدم اشهى واطيب بيتزا، والمنيو يضم انواع عديدة من المشروبات واكيد الدونت بعد، بالإضافة إلى تشكيلة بسيطة من المقبلات، وتقدر تطلب الأكل من المطعم وتتناوله أثناء الجولة. الجولة فعلا جميلة وتستحق التجربة، والبيتزا كانت جدا لذيذة. قبل لا نختم حلقتنا اليوم إلى الفريق الطبي، أنتم معنا الإنسانية ومعاكم راح ننهض من هذه الجائحة أقوى من ما كنا عليه. يعطيهم الصحة والعافية على مجهودهم الكبير. طبعا متابعينا وصلنا معكم الى ختام برنامجنا، لكن قبل الختام ذكركم ان بامكانكم متابعه هذه الحلقه وحلقات برنامج شمس البحرين بالاضافه للبث المباشر وباقه من البرامج اللي تقدمها قنوات واذاعه وتلفزيون البحرين عبر تطبيق بي اتش تي في ان راديو وموقع بي اتش دوت لايف. وصلنا للختام ساعتنا، وصلنا لختام ساعتنا الصباحيه ليوم الخميس. نشوفكم يوم الاحد باذن الله. اجازه سعيده نتمناها لكم. في امان الله. مع السلامه.